هو بس تعقيب على ما ذكرناه من ما حدث اليوم في الإدارة الخاصة بمركز إعداد القيادات بوزارة التربية والتعليم، وشكرنا له أحمد عبد الفتاح في شكر للمرأة الحديدية اللي مش هنذكر اسمها دلوقتي، ولكن خدوا بس كده اللقب ده دلوقتي كده شوية، المرأة الحديدية. هنعلن عنها في وقت من الأوقات وهنقول لكم هي بتعمل إيه وهتعمل إيه، ومستنيين منك المزيد أيها المرأة الحديدية. تحية لحضرتك.